مرض برا في الشارع. يلا من يقبل على الوضعية؟ احنا وين عمي؟ احنا وين عمي؟ هاي القصيدة مالت الحسن سلام الله عليه. يبغى بالوقف الكل مو كم دايب تشون مو كلها مخورة. احنا شنو ما عندنا شرف ما عندنا غيرة؟ بس هم ذول عندهم غيرة شنو من هاي الناس الفقرة؟ ايش عندها هي؟ كل شيء ما عندنا عمي. احنا من اهالي سدة الهندية، ابويا 45 سنة بالبلدية وما استحق لا قطعة ارض ولا دار غير هاي الدار الخربة الخريبة. والله يا سيدي خريبة، شوفها من جوا خريبة وكلها طمعانة بيها. ليش ما ادري؟ واحنا كم يتامى ورامل. انا ارملة عندي اربع جهال واختي ارملة عندها ثلاث جهال قاعدين بهذا البيت. قوات التحالف ضربت عيالها، ضربتني بال 2003 وراح زوج وبنتي بيها، وجيت هنا اقعد على يم امي. اني وين نروح احنا سيدي؟ راشد الله واهل البيت، وهاي بنيتي يتيمة بنت بنتي بدوى. اروح لكم يا ابو قرية قرآن صايمة مصلية عفيفة شريفة، ما حمدك نفسي ارحموا حالي. شوفوا اراضي وين دبوها يعني تقبل هيجي مرة عمرها 75 سنة ضغط وسكر تموت على مود بيتها.